طارد محمد الترك من حفل زوجته دنيا بطمة. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر طرد المنتج البحريني محمد الترك من حفل غنائي لزوجته الفنانة دنيا بطمة. وبحسب الفيديوهات المتناقلة، حاول محمد مصالحة زوجته دنيا بعد أن كان قد أشار مؤخرا إلى انفصاله عنها بسبب مشكلات بينهما كان سببها أشخاصا مقربين. وظهر محمد في أحد مقاطع الفيديو وهو يحمل باقة ورود كان ينوي على ما يبدو تقديمها إلى دنيا ليصالحها بها، لكن الحراس منعوه من الدخول وقاموا بإخراجه من في المقابل، أكد بعض المتابعين أن دنيا رفضت الغناء في الحفل إلى أن يتم طرد محمد، حيث ظهرت في فيديوهات أخرى تخرج تحت حماية أمنية من أجل إحياء الحفل بعد طرد التركي من المكان.